بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سوف يكون موضوع الفيديو هو تفسير رؤيا الجزر في المنام لابن سيرين. فإذا رأى الرجل في منامه أنه يقوم بشراء الجزر، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤيا يشير أن هذا الرجل سوف يتحسن وضعه المالي وسوف ينتقل إلى حالة من الرخاء، والله أعلى وأعلم. وقد يكون أيضا لتفسير رؤيا شراء الجزر في منام الرجل إن هذا الرجل سوف يستطيع الوصول لهدفه وسوف يكسب كثيرا من المال، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل في منامه الجزر الفاسد، فإن هذه الرؤية بها إشارة ودلالة إن هذا الرجل كثيرا ما يأخذ القرارات الخاطئة أو القرارات غير الصحيحة التي يندم بعدها كثيرا، وهذه القرارات تكون خاطئة نتيجة عدم مشورته لأحد من الأشخاص من حوله، والله أعلى وأعلم. وأيضا يمكن أن يكون لرؤية الجزر الفاسد إشارة ودلالة إن هذا الرجل لديه حظ تعيس، أو إن الحظ التعيس دائما ما يلازم هذا الرجل، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل في منامه الجزر، فيمكن أن يكون الجزر في تلك الرؤية إشارة ودلالة على كثرة العراقيل أو الصعوبات التي تواجه الرجل في حياته، والله أعلى وأعلم. وهذه كانت أهم تفسيرات وتأويل رؤية الجزر في منام الرجل. عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.